التحدي في انتظاركم. سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام. لكن هناك شيء مهم للغاية تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط ولقد بدأت. لابد لي من الفوز لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك لدي فكرة رائعة. لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أنا أسقط. هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي ألا تخجلي، كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درسا. ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضا. خذي هذا. هذا مرعب. لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضا. لا لا أرجوك لا. يا فتيات انتهى الوقت، أظهر ما رسمته. جولي، ما هذه البقعة الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضا. سوزي، لماذا لديك أيضا كل شيء أحمر؟ حقا هل أكلتم جميعا طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي، الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضا القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ. هذه الشوكولاتة لذيذة فعلاً. أنا سعيدة لأنني فزت. مهلاً، أين الشوكولاتة؟ حقاً من تجرأ على شربه كيف لا يخجل؟ لصوص. هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع. إن الجائزة ليست هو ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة سيتعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية أحتاج إلى إضافة الرائحة. حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي. أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حل أكثر ملائمة. لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام. لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول. يا فتيات توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً أنظر. ميلا، الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي. لن أكل هذا الرائع.
يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقاً الفضلات؟ لا، هذه حقاً شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضاً التجريب؟ لا، شكراً. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسناً، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء. لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبداً بالصلصات. آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمامة علي؟ أنا لست قمامة لك. حسناً، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب. وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيد جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل. يجب أن أسرع. بالضبط، لدي خمس أصابع، مما يعني خمس أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة. لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة. لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي. لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات. الآن سأخسر بالتأكيد. حسناً، لقد انتهى الوقت. حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلت؟ لا يبدو مثل السمكة أبداً. ميلا، أرني ماذا رسمت. رائع، يبدو جيداً. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذلي أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحب الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. ها، سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئاً، سوف أطهيه. لدي أيضاً موقد. ماذا تفعلي؟ آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيراً يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة. يا فتيات، هذه المرة تنتظرون أحلى جائزة، هذه الرقيقة. سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم. من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائماً، لديكم دقيقة واحدة وقد بدأت للتو. أنا شخصياً أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي، أنت تبالغين في تقدير نفسك. الجميع يعرف أنني سأفوز. الأنف جاهز، تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها.
لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه ميلا انظري، جولي تهوش، تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درسا. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقا أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي، لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسنا، إذا لم يكن صعبا. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير. خطة رائعة. شكرا جزيلا، كنت أعرف دائما أننا أصدقاء. حسنا، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي، لا يمكنني النظر إليك. سوزي، ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا، بالمناسبة هذا لطيف جدا، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. سأحبك وأطعمك وألعبك. أوه لا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسنا، لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه ميلا حمراء تماما، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة. مرحبا جميعا، نبدأ التحدي أخيرا، لكنني لست محظوظ، علبة واحدة من العلكة. أنا لدي الكثير. لدي مجموعة كاملة من العلكة. أليكس، أنت حقا غير محظوظ. لكن يمكنك أن تأكل العلكة الخاصة بك. إن الهوبا بوبا المفضلة لدي، على الأقل شيء ممتع. أعشق هذه العلكة. أسام، كمان. ماذا تفعل؟ أنا لست قمامة. حسنا حسنا، لا تغضبي. من الأفضل أن تنظري إلى الفقاعة التي سأنفخها الآن. هل تعلمي أنه يمكنني اللعب مع الفقاعة؟ أنا ماهر جدا في ذلك. واو، رائع جدا أليكس، لقد فعلتها جيدا. والآن حان دوري لمضغ العلكة. أولا سوف أتخلص من الأغلفة، حتى أنني أعرف تقنية واحدة من شأنها أن تساعدني كثيرا. والآن حان وقت التقاط كل شيء. هكذا. واو، الآن انظروا إلى الفقاعة الكبيرة هنا. لن أسمح لها بنفخ الفقاعة أكثر مني. الإبرة هنا للإنقاذ. انتظر، سأحمي نفسي أولا. ماذا فعلت؟ فجرت الفقاعة وحرمتني أيضا من حواجبي. ماذا سأفعل الآن؟ ألصقيهم. حسنا، لقد خفت قليلا. ميلا، حان دورك الآن لمضغ العلكة. أخيرا، للتخلص من أغلفة الحلوى قمت بإعداد آلة خاصة. أسام، طريقة فعالة جدا. والآن واحدة تلو الأخرى، يمكنني أكلها. هل أنتم مستعدون لرؤية فقاعة ضخمة حقا؟ إذن انظروا. ميلا توقفي، إنها كبيرة جدا. ماذا سنفعل الآن؟ كيف سنعيدها إلى الأرض؟ لدي فكرة، أحتاج إلى المقلاة. أليكس، هيا أطلق. لماذا أنا؟ لأن ميلا سوف تطير إلى الفضاء. هيا بسرعة. لقد أخفقت، كل شيء يجب فعله بنفسي. أحسنت، يا لها من ضربة. أعتقدت أنه يجب علي تكوين صداقات مع الطيور. أنا سعيدة جدا لرؤيتكم يا شباب. حسنا، لدي رمانة واحدة فقط.
أما أنا لدي 5، لكن هذا لا يكفي. لكن كومتي بالتأكيد تكفي. لكن خاصتي ألذ. ميلا كلي أولاً. نعم، أنا أحب الرمان كثيراً. الآن سأقطعها. انظروا كم تبدو شهية من الداخل. صحيح، هي ليست مريحة للغاية للأكل، لكن لهذه الحبوب الصغيرة لدي دائماً ملقط معي. لذيذ جداً ومريح، ويدي لا تتسخ. سيكون من الأفضل إذا وضعت الحبوب على طبق، وبعد ذلك سأكل كل شيء دفعة واحدة. الكثير من اللذاذة. بالضبط 100 حبة. هذا رائع جداً، لذلك ستكون لذاذة 100 مرة مما كانت عليه من قبل. لدي رمانة واحدة لكنني سعيدة جداً. أليكس، حان دورك الآن. أوكي. أولاً أحتاج إلى الوصول إلى اللذاذة في الداخل. فتح الرمان سهل جداً. ها هو، سأقطعها الآن. هذا مرعب. أليكس يشبه المجانين. لا يهمني أن أكون مجنون، المهم أن هذا الرمان لا يصدق لذيذ. لقد جن جنون أليكس. لا شيء من هذا القبيل، أنا فقط أكلت رمانا لذيذة، هذا كل شيء. في الواقع يمكنك أن تبدأ الآن حتى لا تضيع الوقت. حقا لقد حان الوقت لفتح خاصتي. ميلا، أنا بحاجة إلى السكين. أمسكي. لنبدأ. لكن أكل الرمان هكذا أمر ممل، أما صنع العصير منه أكثر متعة. نعم، آلة كبيرة. آلة عصير كبيرة بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الرمان يساوي الكثير من عصير الرمان اللذيذ. كدنا أن ننتهي. فقط انظروا إليه. أحسن. يطلب مني شربه في أقرب وقت ممكن. حلوة لذيذ. فعلا رائع. لديك الآن عصير على وجهك. ليست مشكلة، يمكنني بسهولة التخلص منه. حسنا، لدي علبة كولا واحدة. لدي الكثير. نعم، أنا أرى، لكن لدي برج كامل من علب الكولا. انظروا. لكن أنا أول من سيشرب، على الأقل أنا محظوظة بذلك. الكولا دائماً لذيذة، ومعدتي تتحدث بذلك بنفسها. توصلت إلى فكرة ممتازة عن كيفية شرب كل العلب في وقت واحد. أحتاج إلى فتح الجميع، وبعد ذلك سأحتاج إلى أنبوب خاص، قمت بشرائه مؤخرا. فكرة رائعة. ومع ذلك الكولا لذيذة جدا. يبدو أن شيئا ما يريد الخروج. يا له من هدير قوي. وماذا اعتقدتم؟ أنني شاب ضعيف. أنا أحب البيبسي أكثر، وحصلت على علبة واحدة، كماذا رائع. الآن كل شيء سيسقط. وماذا في ذلك؟ دعوها تسقط. الآن لن أضطر إلى الوصول إلى الصفوف العليا. لماذا أجادل؟ سأشرب كل العلب في وقت واحد بسهولة. نحن نؤمن بك، فقط لا ترمي القمامة علينا. ضربات العلب على الوجه مؤلمة جدا. آسفة، لم أستطع التوقف. ميلا، ماذا حدث لك؟ هل رأيت بطك؟ نعم، هذه كلها غازات. أنقذوا أنفسكم من يستطيع. إنها حالة طارئة. ميلا، توقفي. واو ميلا، لا مزيد من الكولا الآن. أنا نفسي لا أريد، لا أستطيع أكثر من ذلك. سأكون أول من يدير العجلة.
كم أنا محظوظة! أنا فقط أحب النقانق، إنه لأمر رائع أن أحصل عليهم. بتعبير أدق، نقانق ضخمة. والآن سأكتشف ما اللذاذة التي سأحصل عليها. اللعنة، أردت لذاذة وليس شيئا مقرف. ربما لم يفت الأوان لتحريكها. لا، لن أسمح لك. هل تريدينني أن أكل هذا الهراء؟ مقرفون ومخيفون. لا، لن أفعل. أنا بالفعل خايفة جدا منهم. إذا كنت لا تريدي، إذا لديك عجلة العقوبات. لا، أفضل الصراصير. على الرغم من أنهم لا يتناسبون مع البيتزا الشهية على الإطلاق. أوه، هاجموا ذراعي. لا، لا أريد ذلك. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا، حان وقت النقانق. أنا موافقة تماما. الآن سأصنع بيتزا من الهوت دوغ مع هذا السشق اللذيذ. انظري فقط كم هي كبيرة ولذيذة. لم أتذوق أي شيء أفضل. السجق يكمل طعم البيتزا بشكل مثالي. ألذ من الهوت دوغ العادي. جولي، أنت تجبرينني على تناول قضمة لذيذة. بالطبع سأفعلها بكل سرور. ماذا تفعلي؟ من سمح لك بلمس نقانق والبيتزا؟ هيا، أعطني الهوت دوغ أيضا. كنت أن تأكلينها كلها. هيا، كلي الصراصير الخاصة بك. لا أريد، هناك الكثير منهم. من الواضح أنهم يريدون أكل البيتزا. واو، مجموعة كبيرة فعلا. دعينا نبعدهم جميعا. اسمحوا لي على الأقل أن أخذ لقمة واحدة من البيتزا. واو، لم يتركوا شيء تقريبا. حسنا، هذا أكثر ملائمة. لقد أكلت لتوها صرصور. يا له من كابوس. يبدو أنه استقر في فمي. أوه، ابتعد. ميلا لديها مملكة صراصير في فمها. هل يمكنني أن أكون أول من يجير العجلة؟ أتساءل ماذا سيكون لدي في هذه الجولة؟ أوه لا، لا، ليس الديدان. سأكون سعيدة بمضغ العلكة وليس الديدان. هاي، أنا أحب الهوبا بوبا. حان دوري الآن لتدوير العجلة. ليس عادلا. لماذا لديها علكة ولدي أقدام الدجاج؟ هذا مقرف ومخيف وسيء. نعم، أنا لا أحسد. من الأفضل أن تأكلي بسرعة. فعلا، ماذا أنتظر؟ حان الوقت لنشر العلكة على البيتزا لجعلها جميلة ولذيذة. إنها مشرقة وطويلة، لذلك ستتألق البيتزا بالتأكيد بألوان جديدة معهم. أنا متأكدة أنه سيكون رائع. تادا، حسنا، كيف؟ أعتقد أنه مذهل. نعم، يبدو رائعا، ليس مثل أقدام الدجاج. بالمناسبة، خطرت لي فكرة رائعة. سوف تفرح ميلا بالمسحة التي توصلت إليها. ما هذا الهراء؟ لا، هذا كثير جدا. سيكون من الأفضل لو لم تدفعي هذه الأقدام علي. هيا، دعيهم على البيتزا، ستكون أكثر فائدة. ولماذا يجب أن أعاقب؟ يمكنني الاستمتاع بطعم البيتزا، لكن لابد لي من الاختناق من أقدام الدجاج. حسناً، كيف؟ هل يعجبك؟ هل هي بيتزا لذيذة؟ هل تمزحون معي؟ هيا، كل البيتزا الخاصة بك. سأكل البيتزا خاصتي بكل سرور. كم هذا رائع! لم يكن لدي فكرة أن العلكة والبيتزا يشكلان شيء غير واقعي. إنه لذيذ جدا، لا أريد التوقف. أفضل بيتزا في العالم. الآن حان وقت الفقاعة الضخمة. واو، إنها فعلا كبيرة جدا. كلما كبرت الفقاعة كبر الانفجار. ماذا حدث؟ أين أنا؟ لا أستطيع رؤية أي شيء. هذه فرصتي للتخلص من كل أرجل الدجاج. أكل البيتزا بدونها ألذ بكثير. جولي، هل تعتقدي أنني لم أرى شيء؟ لقد رأيت. ولأنك غشيتي، عليك أن تواجهي عجلة العقاب. أتمنى أن أحصل على شيء جيد.
مطر، هذا لطيف. لكن ماذا لو كان مطر أقدام الدجاج؟ ساعدوني، أنا مغطاة بهذه الأقدام السيئة. جولي، تبدين مضحكة جداً. دعونا نرى ماذا ينتظرني هذه الجولة. نعم، أنا محظوظة. حان الوقت للعيون السكرية. لا يمكن أكلهم فقط، بل يمكن أيضاً اللعب معهم. انظري ميلا، لدي عيون على أصابعي. مضحك. حان الوقت لتجربة العيون. حسناً، كيف؟ هل هم لذيذون؟ جداً. أنا متأكدة من أن البيتزا ستكون رائعة. أريد شيئاً لذيذاً. لا، أخطبوط. إنهم صغيرون جداً، لزجون ومقرفون. لا أستطيع أن أتخيل مدى فظاعة البيتزا. أتخيل أنها ستكون مقرفة، لكن هنا لا يمكنني أن أخطئ. أنا متأكدة أن البيتزا بعيون مربى البرتقال ستكون لذيذة، حتى أنها تبدو ممتعة ولطيفة وحلوة. لنتذوق. كم هو لذيذ، لا أستطيع التوقف. شهي. لن أقول لا لمربى البرتقال أيضا. انظري هذه العين التي ستظهر في فمي. جولي، أنت تتلعبي كالعادة. أنا فقط في مزاج جيد. عزيزتي، لماذا لا تأكلي؟ لقد تمنيت بالفعل ألا تتذكرينني. لا أريد حقا تجربة هذه الأخطبوطات. آمل ألا يلتصق بي من الداخل. ميلا المسكينة، تجعلني أشعر بالسوء. بالطبع، هذه أخطبوطات لديها مصاد ويمكن أن تلتصق باللسان. جولي، هل تعتقدين أن هذا مضحك؟ ليس عليك الضحك، الآن سأريكي. ما كان ذلك؟ كيف تجرؤي؟ الآن أنت تعرفين أن الأخطبوط ليس شيئاً مضحك؟ لقد فعلت ذلك عبثاً. انتظري، الآن سأحشو البيتزا في فمك. بعد ذلك بالتأكيد لا يمكنك الهروب من كل هذه الأخطبوطات. خذي هذا. مقرف، مقزز. جولي، أنت قاسية جداً. لا، هذا عادل. شهية طيبة. دعينا نقرر من سيبدأ. لقد ربحت، سأكون أول من يدير العجلة. نعم، أنا أحب البطاطس المقلية. هل تحب الصراصير أيضا؟ سوف تحصلي عليهم. جولي، ليس عليك الغش. أعيدي العجلة إلى الوضع التي كانت عليه، أو علي أن ألجأ إلى عجلة العقاب. حسنا. ها هي البطاطس، هناك الكثير ورائحتهم لذيذة جدا. أريد أن ألتهمهم في أسرع وقت ممكن. جولي، حان دورك الآن لتدوير العجلة. بالضبط. آمل أن يكون شيئاً لذيذ، شيئاً لذيذ. لا، أي شيء إلا الثوم. إنه كريه جداً. عجيب، لم يأتي شيء، لذلك لن أضطر إلى أكل أي شيء. انظري بدقة أكثر. في الواقع هناك رائحة تأتي من هنا. اللعنة، علي أكلهم وليس وضعهم على عنقي. أحتاج أولاً إلى تقشير الثوم. حسناً، لدي علبة خاصة لهم. أحتاج أولاً إلى وضع كل الثوم هناك. أغطيها وأشغلها. في غضون ثوان يتحول الثوم إلى ثوم مقشر، ويمكنني الرسم على البيتزا به. قلب رائع. فكرة عظيمة، وبمساعدة البطاطس سوف أرسم هذا الوجه الضاحك. ابتسامة لطيفة. الابتسامة أفضل من القلب. حسنا، لقد قلتيني. لا شيء يمكن أن يكسر قلبي من الثوم. الآن أنت بحاجة إلى أكل هذا القلب. كيف سأكله؟ القلب جميل جدا. هيا، وقت عجلة العقوبة.
ألا أنا لست محظوظة على الإطلاق؟ ليس علي أن أتناول البيتزا بالثوم فحسب، بل سأقوم أيضا بإعداد كوكتيل منها في الخلاط. لدينا خلاط، إذا أنت محظوظة. أنا أيضا أتساءل ما الذي سينتج عن هذا؟ أعتقد أنه سيكون شيئا قبيحا جدا. الآن سوف نكتشف. إذا تقيأت فإن ميلا هي المسؤولة. هذا الخليط سيجعلني أشعر بالمرض بالتأكيد. نعم، يبدو قبيحا حقا. أوه، رائحتي كريهة جدا كالقمامة. أمسكوني، أنا أسقط. أوه لا، الثوم قتل ميلا. رهيب. أنا هنا، أنا بخير. واو، حتى البطاطس المقلية انتهى بها الأمر على وجهي.